السلام عليكم واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. اليوم بهذا الفيديو راح احكي عن مزايا الدول اللي سافرت عليها بالسنوات الاخيره. طبعا بحكم عملي وبحكم انه انا احب السفر سافرت هواي اماكن، بس الدول اللي راح نحكي عليها بهذا الفيديو خليتني بهاي المزايا الاربعه بسبب انه انا سافرت عليهن كلش هواي ودا اشوفهن من وجهه نظري الخاصه هن الانسب شيء لهاي المزايا. المزايا راح نحكي بها اليوم الاربعه بهذا الفيديو، من ناحيه ارخص دوله رحت لها، ومن ناحيه امن دوله رحت لها، ومن ناحيه اكثر دوله بها اماكن سياحيه، ومن ناحيه اكثر دوله تكون هادئه. وهذا الشيء ما يعتبر قاعده ثابته لهذن المزايا لهاي الدول، بس ارجع واقول هاي من ناحيه رايي الشخصي بهاي الدول وشفت هاي المزايا بها. اتمنى تستفادون من هذا الفيديو واتمنى يعجبكم. خلونا نبلش بهذا الفيديو. اول دوله راح نحكي بها من ناحيه ارخص مكان خليتها بالميزه الاولى، لان دائما الناس تحب تسمع الشغله الماديه بالبدايه. فاكثر دوله شفتها مناسبه ورخيصه وصدق تحس بقيمه $100 هناك مصرفه هي الهند. حكم دوامي احنا عندنا سفرات بالخطوط الجوية العراقية الى نيودلهي ومومباي. العملة الرسمية بدولة الهند هي الروبية، وهناك تقريبا $100 تصير 7300 او 200 روبية، وهذا المبلغ كلش قوي بحيث عندهم رواتب هناك شهرية هي 2000 او 3000 روبية، وتتخيل الورقة تسوي 7200 او 300. فهاي الدولة الوحيدة اللي كنت قد ما اصرف بيها احسها رخيصة. فالهند خليتها بالميزة الاولى شفتها تقريبا هي انسب دولة وارخص دولة. اما اذا تسألني الهند بيها اماكن سياحية، الهند بيها محافظات كلش حلوة، عندك مومباي حلوة، عندك جنوب الهند حلوة، عندك محافظة اسمها كيرالا كلش حلوة، هم يسموها كيرالا. فالهند اذا ناوي عليها بالسياحة بيها اماكن سياحية كلش هواي، وبس ترجع سفرات الهند وما بيتها اكيد اصوركم هناك فلوج وراح تعجبكم هواي. خلونا ننتقل على الميزة الثانية وعلى الدولة الثانية. الدولة الثانية اختاريتها بانه هي اكثر دولة امينة. هاي الدولة هي السعودية. السعودية رايح لها كل شوي بحكم العمرة والحج على طول السنة موجودة عندنا سفرات، فنزلت بجدة ونازل بالمدينة المنورة ورايح مكة المكرمة طبعا. السعودية بيها امان مو طبيعي، مو هذا معناته باقي الدول ما بيها امان، اكيد موجود الامان. بس السعودية الأمان اللي شفته بيها عجيب غريب، يعني بوقت الصلاة يعفون محلاتهم ويروحون، أو يعف سيارته مفتوح ويروح. أنا مرة نسيت جنطة بالشارع ورحت ورجعت ولقيتها نفس مكانها. السعودية شفتها أكثر دولة أمينة. لهذا السبب من وجهة نظري أن السعودية واحدة من الدول اللي أنا سافرت لها وشفتها أكثر دولة أمينة. خلونا ننتقل للدولة الثالثة أو الميزة الثالثة. الميزة الثالثة راح نحكي من وجهة نظري انه هي اكثر دولة شفتها هادئة. الهدوء اللي بهاي الدولة راح نحكي بيها فظيع، واذا انت متابعني من قبل 3 اشهر واربعة انا رحت لها وسويت فيها فلوجات تقريبا 5 او 4 فلوجات، اللي هي دولة بيلاروسيا عاصمتها مينسك. هاي الدولة عجيبة غريبة بالهدوء الموجود بيها الصبح الظهر الليل، لان عدد سكانها قليل وحتى السيارات هناك كلش قليلة وماكو ازدحامات، وبلد بيه بحيرات وبيه غابات هواي. فالهدوء الموجود بهاي الدولة غريب، فانت اذا تحب مكان هادئ وترست شوية عقلك فترة من الفترات روح، بالاضافة انه بيها اماكن سياحية حلوة، فبيلاروسيا تكون انسب مكان تشوفه من ناحية الهدوء والجمال، فخليت هاي الميزة الى بيلاروسيا. خلونا ننتقل للميزة الرابعة او الدولة الرابعة. صراحة الميزة الرابعة هي اللي هي من اكثر مكان باماكن سياحية، يعني من البارحة وانا افكر شنو هذا المكان وصفيت على دولتين ما عرفت اقرر ياهم من يمهن، فخليتهم اثنيناتهم دمجتهم بهاي الميزة، لان يعني هاي رايحين كلش هواية ومدى اعرف اقرر منو الافضل من ناحية الاماكن السياحية. الدولتين هي الاولى ماليزيا وعاصمتها كوالالمبور، والدولة الثانية هي تركيا وعاصمتها اسطنبول اللي اغلب العراقيين رايحين لها وشايفينها. هذين الدولتين ممكن اكثر دولتين نشوف بيهن اماكن سياحيه وشغلات سياحيه. فانت اذا ناوي على سياحه ومكان به واي اماكن سياحيه، فماليزيا وتركيا هن افضل مكانين للجواز العراقي بسهوله يطلع فيزتهم وغيره. بالمناسبه ماليزيا اصلا بدون فيزا للعراقيين من زمان، هاي الاتفاقيه موجوده، مجرد تفتح تذكره وتروح يختمون لك هناك بالمطار. فماليزيا السفر لها كل سهل، ولا هو اخر 8 اشهر مسدود بسبب الاوضاع كورونا، عن قريب ترجع السياحه ماليزيا. فماليزيا وتركيا شفتهم
افضل دولتين انا سافرت عليهم بالاماكن السياحيه. وهاي تقريبا هن الاربع ميزات اللي شفتهن بهذن الدول واللي اشوفهن خلال كل سفرات السافرتين خمس سنين للاربع راحت بالخطوط الجوي العراقي، وما عدا السفرات خاصه انا اطلع لها فهذن الدول شفتهن هن انسب شيء لهاي المزايا. اتمنى فدتكم ولو شيء بسيط، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي او بالفلوج الجاي. بس قبل ان ننهي الفيديو لا تنسى تسوي لايك وسوي كومنت وسوي شير وعلقونا جوا شو تحبون الفيديو الجاي يكون، وان شاء الله اكثر تعليق يجي عليه لايكات راح ازود فيديو عليه. في امان الله.